السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخواتي واصحابي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الحقيقة ان انا فكرت كتير قبل ما اعمل حلقة زي ديت، وكنت متردد لسبب واحد، اني مش عاوز ان يتقال انه بيصير تعاطف الناس معاه بسبب حالته. والحقيقة كمان اني لما فكرت كويس لقيت ان ده الحل الانسب والامثل اني اعمل حلقة زي ديت لكذا سبب، اهمهم اني اسرد القصة كاملة واللي حصل معايا والتفاصيل والمواقف اللي انا عديت بيه، لان طبيعه الانسان انه بينسى، وانا خايف ان مع مرور الوقت انسى تفاصيل الواقعه او الحادثه المؤلمه ديت، مع ان مفيش حادثه زي دي، حادثه مدمره وحادثه قاتله زي ديت محدش يقدر يكون مر بيها يقدر ينساها، لان طبيعه الانسان ان هو بينسى مع مرور الوقت، وعمرها ما هتتنسي وهتفضل متلازمه معايا لحد اخر يوم في حياتي. بس فضلت برضو ان انا اعمل الحلقه ديت بكامل تفاصيلها عشان يوم ما انسى تبقى الحلقه دي مرجع بالنسبه لي وبالنسبه لاولادي وبالنسبه لاحفادي، ان ربنا كتب لنا عمر جديد. ولما نتكلم عن المواد المتفجره لازم نذكر اول ماده متفجره عرفتها البشريه وهي البارود. ولما نتكلم عن المواد المتفجره او اول ماده متفجره عرفتها البشريه لازم نقول ونجيب سيره البارود. هنا بالظبط محدش عارف مين اللي اخترعه، مفيش مصدر او مرجع ثابت ورسمي يقول لك ان اللي اخترع البارود دوت اذا كان هم عرب او صينيين او اوروبيين، ولكن بعض المصادر بتقول ان اول من استخدمه هو المسلمين العرب سنه 690 ميلادي في مدينه البصره في العراق، حيث قام الكيميائيون المسلمون العرب بتنقيه البارود في القرن السابع، وكانوا بيستخدموه في نسف الحصون والالعاب الناريه. هناك راي اخر بيرجح ان اللي اكتشف البارود هم مهندسين تكنولوجيا البارود الصينيين سنه 1288، ويعود تاريخ اقدم مدفع صيني ل 1288. وكمان في راي ثالث بيقول لك ان البارود ده تم اكتشافه واختراعه في اوروبا سنه 1267، وان كان اول استخدام عسكري ليه 1331. وبغض النظر مين اللي اخترعه، لازم نقول مع بعض المكونات البارود نفسه بيتكون من ايه. بيتكون من ملح البارود بنسبه 75%، والفحم بنسبه 15%، والكبريت بنسبه 10%، واسمه العلمي نترات البوتاسيوم، ويحتوي على 3 ذرات من الاكسجين اللي بطبيعتها بترتبط مع الكبريت والفحم وده بيولد الاشتعال. وملح البارود او نترات البوتاسيوم كانت بتستخدم في دفع القذائف الحربيه وصناعه المتفجرات وصناعه القنابل لحد الحرب العالميه الاولى. لما جت الحرب العالميه الاولى استبدلوا البارود ده المستخدم لدفع المقذوفات بماده اسمها الكوردايت، واستبدل البارود المستخدم في صناعه القذائف في صناعة المسدسات بالديناميت. ده يدخلنا لسكة جديدة، سكة الديناميت. مين اللي اخترعها؟ اللي اخترعها حد اسمه ألفريد نوبل، ده مهندس سويدي اخترع ديناميت في مدينة اسمها كيستخت في ألمانيا، وحصل على براءة اختراعه من ألمانيا سنة 1867. ألفريد نوبل ده استخدم الديناميت أو اخترع الديناميت لهدف واحد هو حفر المناجم سنة 1867، ولكن في آخر حياته لاحظ إن البشرية والناس عامة بيستخدموا الديناميت في الحرب والدمار بدلا من الاستخدام المفيد ليها في حفر المناجم. حزل نوبل ووصى في نهايه حياته ان ثروته توضع في بنك سويدي وتعطى ارباحه سنويا لجائزه نوبل، جائزه نوبل للمبدعين في شتى المجالات، في العلوم، في الفن، في السلام. ومن هنا جت جائزه نوبل نسبة للأب الروحي لها ألفريد نوبل. ونلاقي إن في مصر حصل على جائزة نوبل 4 أشخاص، أولهم نبتدي بحرف ألف مثلا، العالم القدير أحمد زويل، وهو عالم كيميائي مصري أمريكي حاصل على جائزة نوبل سنة 1990 لأبحاثه في مجال كيمياء الفيمتوسكن، حيث قام باختراع ميكروسكوب. الميكروسكوب ده بيقوم بتصوير أشعة الليزر في زمن مقداره فيمتوسكن، وده اللي خلى البشرية تقدر إن هي تشوف بعينيها الجزيئات أثناء التفاعلات الكيميائية. تاني حد حصل عليها في مصر هو القائد المصري الرئيس السابق البطل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام وصاحب قرار العبور العظيم اللي رجع لنا من خلاله أرضنا من اليهود. تالت مصري حصل عليها محمد مصطفى البرادعي، هو دبلوماسي وسياسي مصري حصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2005 أثناء عمله في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو عمل كمدير لها. رابع واحد نجيب محفوظ، واسمه بالكامل نجيب محفوظ عبد العزيز ابراهيم احمد باشا، والمعروف باسمه الادبي نجيب محفوظ، وهو روائي وكاتب مصري، ويعد اول اديب عربي حاصل على جائزه نوبل في الادب. كتب نجيب محفوظ منذ الثلاثينيات 1930 لحد 2004، تدور احداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سمه متكرره وهي الحاره، واللي كانت بالنسبه له التي كانت تمثل العالم.
اشهر اعماله هي الثلاثيه واولاد حارتنا. نرجع لهدفنا تاني ونرجع لموضوعنا، نتكلم عن الهدف من زراعه الالغام. هي طبعا الالغام ليها هدف معين، هي بتمنع الاعداء او في حاله حرب مثلا ما بين جيشين مع بعض، لو في جيش مسيطر على الارض بيمنع الجيش التاني هو بيخش عليه ان هو يتقدم ناحيه الارض دي. الهدف من زراعه الالغام هو ان انت بتمنع القوات المعاديه ليك ان هي بتتقدم جنودها كجنود او كمركبات، ان تتقدم في طريق معين انت عايز تمنعهم ان هم يوصلوا لمكان معين، او ان انت بمعنى اصح بتجبرهم يا اما يخشوا في ارض فيها الغام يا اما يسلكوا طريق انت عامل لهم فيه كمين مثلا. يعني انت دلوقتي بتجبرهم يا اما يخشوا في ارض فيها الغام، وطبعا هم مش هيغامروا بان هم يخشوا في ارض فيها الغام، يا اما يخشوا في طريق اللي انت مرتبه واللي انت هتعمل لهم فيه كمين معين اللي انت هتعمل عليهم كماشه وهتدمر جيشهم بمعنى اصح. والارض اللي فيها الغام طبعا ما ينفعش جيش يخش فيها، لان حتى بيبقى فيه الغام مضاده للافراد والغام مضاده للدبابات. الالغام المضاده للافراد ديت طبعا هيبقى الحوادث كبيره، يعني اقل حاجه اقل واحد مثلا ممكن يخش، هم يعني كجيش زمان ما كانش بيخشوا فرد ولا فردين، بيخشوا بسريه مثلا مليانه بنود، فطبعا الواحد اللي هيدوس على لغم اللغم ده هينفجر في كل اصحابه. فما بالك ان انت تتخيل بقى عدد الناس اللي ممكن تموت او عدد الناس اللي ممكن رجلها تتقطع. في طريق تاني ممكن الالغام ديت بتاثر على الدبابات، لحد دلوقتي ما اكتشفوش دبابه اللي هي تقدر اللي هي تعدي اللغم من غير ما تتاثر. الدبابه اقل واجب يحصل فيها اللي هي الجنازير بتاعتها من تحت هتتكسر هتبوظ، فهتحتاج ان انت تعمل لها صيانه، وطبعا في وقت الحرب ما فيش صيانه، اما تحتاج ان انت تاخد بقى ايه يجي لك دعم خارجي، والدعم ده عشان يوصل لك اصلا انت محتاج قصه كبيره وموال. يعني حقل الالغام ملخصه اللي هو اكثر الموانع فعاليه، ان انت فعاليه وقدره على مفاجاه العدو واعاقه تقدمه. وقد برع الالمان في استخدام الالغام في اثناء الحرب العالميه الثانيه، وكانوا يطبقون بيقولوا اساليب مبتكره، وباقي جيوش العالم اتعلمت من الالمان ازاي بيستخدموا الالغام والاساليب المتبعه او الاساليب المبتكره في زراعه الالغام، اللي اصبحت متبعه في جميع الحروب التي حدثت بعد الحرب العالميه الثانيه. الالغام اصبحت قوه كبيره جدا وتبقى اقل التكاليف. الالغام اللي عندك فيه الغام مضاده للافراد، الغام مضاده للدروع او المركبات او الدبابات، في الغام بحريه، تبتدي اختارهم الالغام المضاده للافراد لان هي مع مرور الوقت مش بتصدي او مش بتبوظ. ولو مثلا معمول اللغم ده ان هو لو حد داس عليه، لو في شخص داس على اللغم ده وهو وزنه 80 كيلو، ده هو ساعتها اول ما اتصنع اللغم دوت، بيقول لك مع مرور الوقت ولو عدى 20 30 40 50 سنه كده بيقول لك ان الوزن اللي هو 80 كيلو ده بيقل. فلو انت وزنك 50 كيلو ودوست على اللغم ده برضه هيفرقع. فكمان بيقول لك الالغام دي ساعات بيبقى فيها اسلاك متشابكه ومترابطه ببعض، بحيث ان انت برضه يعني بلاش انت، يعني ربنا يحفظ السامعين ويحفظ كل الناس ويبعد عنكم اي شر. انا بتكلم في حاله ان لو الشخص اللي بيعدي في حقل الالغام دوت، الجنود اللي هم في ايام الحرب العالميه الثانيه اللي هم بيعدوا على الالغام، لو في اللغم دوت بيبقى فيه زي ما بقول لك فيه سلوك متشابكه ومترابطه مع بعض، بحيث ان الشخص او الجندي لو اتكعبل فيها هتفرقع برضه، فاهم؟ غير كده الالغام اماكنها بتتغير بفعل الزمن، بفعل السيول، بفعل الامطار، فمن الصعب جدا ان انت تحدد مكان اللغم اللي اتزرع فيه اول مره خالص، لان الالغام زي ما بقول لك بتتحرك من اماكنها. تاني نوع الالغام المضاده للدبابات او المركبات دي بيبقى ليها وزن محدد 150 كيلو فيما فوق، يعني انت لو دبابه اكتر من 150 كيلو ده طبعا الدبابه بتبقى بتوزن بالطن، لو مشيت عليها هتفرقع وهتخرب الدنيا يعني. وزي ما قلت لكم الدبابه لو مثلا قويه او حديثه او ما تاثرتش قوي اقل واجب هيحصل فيها لان الجنزير هيفرقع ومش هتعرف تتحرك تاني. يجي للالغام البحريه، الالغام البحريه بتستخدم أسلحة مضادة للغواصات والسفن والزوارق البحرية، وممكن تنفجر خلال وقت معين أنت محدده مثلا بريموت كنترول، أو إنها بتنفجر عندما يقترب منها أي جسم، أو ممكن تنفجر عند الاقتراب منها أو الاصطدام بها. وأكثر الدول إنتاجا واستعمالا للألغام الألغام عامة هي عندك أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا. السر بقى في إيه؟ السر في إن أنت صعب جدا إن أنت تلاقي لغم، حتى لو أنت في حقل الألغام صعب إن أنت تكتشفه. ليه بقى الصعوبة هنا تكمن في إيه؟ تكمن الصعوبة هنا إن اللغم بيحتوي على مادة ضئيلة جدا من المعدن 3%، يعني عامل زي الشلن كده أو الجنيه الفضة دوت، ده جنيه الفضة ده بيبقى 5 جرام أو 10 جرام، فهو بيقول لك ده بيبقى 3 جرام الحجم أو الكتلة المعدنية الموجودة في اللغم. والمادة المعدنية ديت بتقول لك هي اللي بتمثل
الشرارة الأولى أو الفتيل الأول عشان النغم إن هو ينفجر. فطبعا الناس لما بيحاولوا إن هم يلاقوا اللغم عن طريق المستشعرات أو المجص بتاع الألغام، أو سيبك من كساحة، الكساحة كده كده ما بتشوفش قدامها، بتخش بتخلص على طول. إنما في حاجة اسمها المجصات أو المستشعر، اللي هو مستشعر الألغام، ده بيبقى جهاز صغير كده زي صورته ديت، ممكن تلاقي عناصر معدنية، زي إنك تلاقي فضة مرمية، زي إنك تلاقي مسامير، أي أشياء معدنية، غطا كان زي أي حاجة. السؤال الجديد بيقول لك هل الألغام بتفقد قوتها؟ بتفقد قدرتها على العمل مع مرور الوقت؟ يقول لك على العكس تماما، خطورة الألغام بتزيد مع مرور الوقت. بغض النظر عن نوعها، بيقول لك إن الألغام دي بتحتوي على مادة تي إن تي، والمادة ديت بتفقد مرونتها مع مرور الوقت، وبتصبح إنها غير مستوية أو غير مستقرة. وأحيانا إن مادة التي إن تي أو الأر دي إكس، بيقول لك مع أقل احتكاك بيهم ممكن إن هما ينفجروا. فالألغام دي ممكن توصل ل 80 و90 سنة من غير ما تفقد قدرتها على العمل، يعني ممكن تقعد 100 سنة أو 90 سنة وبرضه شغالة. ففي مدينة فردان في فرنسا، الألغام فيها موجودة من أيام الحرب العالمية الأولى، ما صدتش، ما باظتش، برضه شغالة، واحتمالية إن هي فرقعة كبيرة جدا. وكلنا عارفين إن في الحرب العالمية التانية دول المحور والحلفاء استخدموا أكتر من 300 مليون لغم في الأراضي اللي هم حاربوا بعض فيها. 300 مليون لغم، شوف الكمية عاملة إزاي. واستمر تطوير الألغام ووسائل تفجيرها من أوائل الستينات لحد أوائل السبعينات، والجيل دوت هو الجيل الثاني للألغام والمتفجرات، حيث كان بيستخدموا زي ما بقول لك ريموت كنترول، إن هم يقدروا يتحكموا في اللغم ده عن بعد، اللي هو ممكن مثلا يستخدموا طيارة، يعني مثلا بيقول لك إن أمريكا استخدمت الطيران بتاعها في حرب فيتنام الأخيرة، إن هم عن طريق الطيران ألقوا كمية ألغام عدد لا حصر له في مدينة اسمها لاوس كمبوديا في فيتنام. وده طبعا أدى إن هم لما بيحذفوا القنابل أو يحذفوا الألغام ديت عن طريق الطيران في الجيش بتاع فيتنام، طبعا دوت أحدث خسائر جامدة جدا للجيش ومؤخرة الجيش والمعدات وكل حاجة. وسعر الألغام ديت من 3 دولار لحد 30 دولار، شوف أنت 30 دولار دولت كفيلة إن هم يموتوا شخص أو يولعوا أو يحرقوا دبابة أو يخربوها. واللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت مقولة كده عن الألغام، بتقول لك هم مقاتلين لا يخطئوا هدفهم، يعني هم مقاتلين معهمش سلاح، ما بيشيلوش سلاح، بس ما بيخطئوش الهدف بتاعه. وكانت نسبة الإصابات من المدنيين 15% في الحرب العالمية الأولى، وارتفعت لنسبة 65% بالنسبة للحرب العالمية الثانية من المدنيين. ممكن برضو نقسم الألغام من ناحية ألغام انفجارية ذات تأثير دموي، وفي ألغام بشظايا، وفي ألغام، ودي المحرمة دوليا، ألغام كيميائية. ألغام محرمة دوليا وهي ألغام كيماوية. نبتدي بأول واحدة، الألغام الانفجارية ديت تعتمد في تأثيرها على موجة ضغط، تعتمد في تأثيرها على موجة الضغط الناتج من انفجار العبوة، انفجار المادة المتفجرة. والإصابة التي تحدث في الهدف بتكون مباشرة، بتصيب الهدف نفسه. النوع ده من الألغام بيكون الغلاف بتاعه اللي بره خارجي من بلاستيك أو معدن ذات سمك خفيف، بينما تزيد فيه كمية المواد المتفجرة وحجم المادة المتفجرة. وتتوفر النوعية ديت في نوعية الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للدبابات. هي ألغام بها شظايا أو متشظية، تعتمد في تأثيرها على تأثير الشظايا الناتج عن انفجار اللغم. يعني الشظايا دي، الألغام ديت خطير جدا، نوع خطير جدا جدا جدا، اللي هي مش بتعتمد بس على انفجار اللغم، بتعتمد على الشظايا اللي بتحصل بعد اللغم ما ينفجر. يعني خلاص اللغم انفجر وطلع موجة ضغط عالية، دي كمان بتطلع كمية شظايا بتصل إلى 1000 شظية في محيط قطره 25. فطبعا اللغم بعد ما بينفجر والدنيا بتبوظ خالص، في 1000 شظية بتطلع من اللغم نفسه بقطر 25 متر، بتموت كل اللي حواليها. كتير واخطر نوع هي الغام كيماويه. الالغام الكيماويه دي بدل ما هي بتتعبى بمواد شديده الانفجار، بتتعبى بمواد كيماويه، بتتعبى بمواد كيماويه. لما بتنفجر يا معلم بتطلع غازات حربيه، غازات حربيه يعني. والنوع دوت هو اخطر نوع، وده محرم دوليا. اخر حاجه نتكلم فيها مكونات اللغم نفسه. بيتكون اللغم من غلاف خارجي، ده بيتصنع يا اما من معدن، يا اما من خشب، يا اما من بلاستيك. الماده المتفجره فيه بتكون غالبا التي ان تي. المكون الثالث اللي هي حاجه اسمها الطبه، الطبه دي اللي هي وسيله التفجير، اللي هي بتفجر اللغم نفسه. ممكن اللغم ينفجر بكذا طريقه، اللي هو يتعرض للضغط بدرجه معينه، او ان هو الشد والجذب او الارخاء للطرف ده للغم دوت، او انه يتعرض للاهتزاز او الميل، او انه ينفجر تلقائي لوحده كده بعد مرور زمن معين. طبعا حبيت ان انا اقول لكم على نبذه كده على الالغام والديناميت
وكل القصه ديت. والحلقه الجايه الجزء الثاني هكلمكم فيه على الحادثه اللي حصلت معايا شخصيا، وان انا دوست على اللغم وايه اللي حصل بالظبط. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، لان ده بيدعمنا جدا. واستنوا الجزء الثاني اللي هقول فيه اللي حصل معايا بالظبط.